ضروري ما تجربيها رغم بساطتها، تعتبر من الحلويات الراقية. حلوة الهلال اللي كل شي كيقلب عليها، بربع كيلو كاوكاو حضريها بدون طابع وبمكونات عندك في البيت، كتجي معلكة ومقرمشة في نفس الوقت. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الأول حتى الآخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير وسر من أسرار نجاح حلوة الهلال، كتجي من أروع ما يكون. وكالعادة ما تنسوناش من لي لايك للتشجيع فقط وبالبارتاج باش تعم الفائدة على الجميع. ومرحبا بالمشتركين الجدد لأول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم المحتوى، ما عليهم إلا يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصويرية. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو بركتي الله ونقولوا بسم الله. والمكون الرئيسي والاساسي في هذه الوصفه ديالنا ديال اليوم ديال حلوه الهلال وهو الكاوكاو، اي الفول السوداني. عندي هنايا 4 كيلو ديال الكاوكاو، اي 250 غرام من الكاوكاو اللي حمرته في الفرن. لكم الاختيار، ممكن تحمروه ممكن تقليوه، انا كندير نضيف له معلقه كبيره ديال الزيت وكنديرو في الطاوه حتى كيتحمر في الفرن وكيخرج ليا يعني بهذا اللون هذا كانه مقلي في الزيت، هو راه محمر غير في الطاوه في الفرن. بعد ما حمرته في الفرن كنخليه حتى كيبرد تماما، ثم كنطحنو على هذا الشكل هذا، كنطحنو حتى كيولي معلك تماما. ضروري ما نطحنو جيدا حتى كيولي معلك بهذا القوام هذا باش تنجح معنا الوصفه. اكيد من بعد ما طحنت الكاوكاو ديالي جيدا كنضيف له هنايا 80 غرام من السكر الخشن، اي سنيده تقريبا كاس من عبار كاس ديال العنبه ديال السكر الخشن. عندي هنايا نصف كاس من الزيت من كاس عبار ديال العنبه، ونصف كاس من الزبده اللي ذوبتها، تقريبا خديت هنايا 3 المعالق كبار ديال الزبده اللي ذوبتها وعطاتني نص كاس ديال الزبده. وغادي نخلي لكم المكونات والمقادير بالتفصيل وبالغرام في صندوق الوصف. درت هنايا رشه من الملح لتحسين الذوق، يعني ما تنساوش الملح نهائيا في هذه الوصفه، كتعطيها واحد اللذه رائعه جدا، يعني غير رشه ديال الملحه. كنجمع الكل جيدا كيف ما كتشوفوا معايا، كنمزج داك الزبده والزيت والسكر مع الكاوكاو، يعني 4 كيلو ديال الكاوكاو اللي طحنته حتى تعلق، ضروري من هذه المرحله نطحنوه حتى كيتعلق لينا شيئا ما. كيف ما كتشاهدوا معايا كنخلط غير بيدي. بالنسبه للدقيق كنضيف الدقيق بالتدريج. عندي هنايا الخميره تقريبا واحد الربع ديال ربع شاصيه ديال الخميره من فئه 8 غرام، غير الربع ديالها ماشي النصف، غير الربع ديالها. يعني حنايا ماشي بحاجتنا بهذا الحلوى يضاعف الحجم ديالها، كنضيفوا داك الخماره باش كتزيد تعطينا غير الهشاشه والطراوه لهذا الحلوى. كيف ما كتشاهدوا معايا الدقيق كنحتاج تقريبا 200 غرام ديال الدقيق، اي ما يعادل تقريبا جوج كيسان وربع من عبار كاس ديال العنبه. وانتم الدقيق ما تضيفوهش كله، يعني ديروه بالتدريج. كيف ما كتشاهدوا معايا كندير بالتدريج، اي ما يعادل تقريبا واحد 8 ديال المعالق كبار ديال الدقيق. كنبقى نضيف الدقيق وانا كنعرك، يعني ماشي كنعجن، غير كندخل داك الدقيق مع الكاوكاو مع الزيت والزبده والسكر. كيف ما كتشاهدوا معايا المكونات بساط جدا للغايه، كنبقى نجمع، يعني كندخل غير داك الدقيق في المكونات، يعني ما تنعجنش غير كندخل الدقيق. انا كيف ما قلت لكم خدات مني 200 غرام ديال الدقيق، وانتم على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم واش كيشرب او لا. بقاو ضيفوا الدقيق بالتدريج تقريبا 200 غرام، ضيفوها بالتدريج، ممكن تكفيكم 200 غرام او 250 غرام ديال الدقيق. انا كنحاول ندخل هذا الدقيق كله هو حتى كنحصل على هذا القوام تماما، باش منين نجي نطبعها او نطلقها ما تكسرش معايا، يعني تيكون لين شيئا ما، ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش قاصح كيتفتت باش نجح معنا اكيد الوصفه. بعد ما جمعت العجين ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا، كناخذ هنا بلاستيكه ديال المطبخ او بابي كويسو باش غادي نطلق فيها هاد العجين ديالي ديال حلوه الكاوكاو او حلوه الهلال. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ المدلك وكناخذ بابي كويسو من الاسفل ومن الاعلى. كيف ما يمكن لكم اللي ما توفرش عنده بابي كويسو يدير كيس بلاستيكي عادي، يدهنوا بشويه ديال الزيت ويطلق فوق منه هاد العجين. كيف ما كتشاهدوا معايا كنطلق بالمدلك، والسمك ديالو ما يكونش يعني رقيق وما يكونش غليظ. هانتوما غتشوفوا يعني تقريبا السمك شحال هو، وانتوما على حسب الحلوه ديالكم بغيتوها تكون غليظه او رقيقه. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ هنايا الكاس اللي غنطبع به، ولا توفر عندكم طابع دائري طبعوا به، انا درت هنايا غير الكاس وعندي هذا الطابع دائري، فضلت ندير بالكاس احسن.
كندير الكاس في شويه ديال الدقيق باش ما يلتصقش معايا، وكنقطع في الجنب الاول كنحيدو، ثم كنبقى نقطع على شكل هليلات. بالنسبه للهليلات ممكن تكبروهم او تصغروهم، على العموم هما راه كيضاعف الحجم ديالهم شيئا ما منين كطيب، يعني شيئا ما كيضاعف الحجم ديالهم. خذوا هذه النصيحه بعين الاعتبار. كناخذ الكاس وكنبقى نطبع كيف ما كتشاهدوا معايا، وسهل منها ما كاين. كتحضر في واحد الوقت وجيز وقياسي، يعني غير بالكاس كنطبعوا كيف ما كتشاهدوا معايا. انا غادي نكمل هذه الكميه كلها هي، وغادي نوضعها في لاطه اللي فرش ليها البابي كويسون باش نمشي نحضر الكلاصاج اللي غادي ندير فوق منها للتزيين. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا جوج بيضات، انا البيض عندي الحجم ديالو صغير بزاف، لهذا استعملت جوج بيضات. نتوما الا كان عندكم البيض الحجم كبير ديروا غير بيضه واحده، يعني كناخذوا بياض البيض فقط، بياض بيض بيضه واحده. انا عندي البيض صغير بزاف لهذا درت جوج بياض ديال البيض. عندي هنايا 200 غرام ديال السكر الثقيل، اي سكر كلاصي سبيسيال، من الاحسن تكون نوعيه جيده، يعني سكر كلاصي سبيسيال ما يكونش خشين، يعني من كل ملمس ديالو تماما بحال الدقيق ديال نشا الذره، هذا هو سبيسيال. كناخذ داك بياض البيض 200 غرام ديال السكر كلاصي، وكنبقى نضيفو بشويه بشويه مع التحريك بواحد الفوي حتى كنحصل على واحد الكريمه اللي كتكون عاقده شيئا ما، ما تكونش خفيفه جاريه بزاف وما تكونش عاقده بزاف. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحصل على واحد القوام اللي كيكون ثقيل واحد شويه. الا شفتوا يعني داك 200 غرام ديال السكر الثقيل ما كفاتكمش بقى القوام خفيف، كتزيدوا تضيفوا السكر على حسب الحجم ديال البياض ديال البيض. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو القوام اللي كنحصل عليه، كيكون ثقيل شيئا ما. وكناخذ واحد البوشادوي جوطابل او كيس بلاستيكي ديال المطبخ باش كيساعدني اكثر فاكثر منين كنبغي نديرو فوق سطح ديال الهليلات ديالي. يعني كاين اللي كيدير هاد الكريمه هذه بالملعقه، كتاخذ واحد الوقت بزاف وكتعذبنا وما كتجيناش مقاده ومصمقه من كاع الجوانب. من الاحسن نديرو في كيس بلاستيكي باش كتساعدنا وكنقومو بهاد العمليه بواحد السرعه فائقه، وفي نفس الوقت كتجينا مقاده. كيف ما كتشاهدوا معايا كنثقب داك الكيس البلاستيكي يكون صغير، ثم كنحاول نوزع بالتساوي واحد الطبقه اللي تكون مرقيقه مغليضه، يعني واحد شويه وفي الجوانب كندوز كنحرف الجوانب هما الاولين عاد كنملا الوسط. وإلا ما كانش الفوق سطح مقاد كناخذ واحد سطح الملعقه او السكين وكنقادو في نفس الوقت، يعني في نفس الدقيقه وفي نفس الوقت، ماشي نخليه حتى نكمل لاطه ديالي عاد نرجع نفيني. داك الساعه كيكونوا يعني هذا الخليط هذا كيبقى من با 5 دقائق او 6 دقائق راه كيجمد، يعني تيولي قاصح. من الاحسن منين نبغيو نفينيوها او نقادوها، الا كانوا شي جوانب كيسيحوا لينا او شي حاجه نقادوها في نفس الوقت. انا كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نضبط المسائل من الاول باش بلا ما نرجع نبقى نقاد. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجيني ساهله منين كندير هاد البوشادوي او كيس بلاستيكي، كتسهل عليا هاد المرحله احسن من الملعقه، كتعطلنا وفي نفس الوقت كيكون هناك يعني الشكل ديالها ما كيكونش كيجيش متول وزوين. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نكمل لاطه ديالي، خرجت ليا لاطه ونص، يعني خرجت ليا طاوه كبيره وطاوه صغيره، يعني تبارك الله ما شاء الله 4 كيلو ديال الكاوكاو كتعطيني واحد الكميه وفيره، تقريبا كتخرج ليا من 50 حتى ل 60 حبه، هي من 50 حتى ل 60 حبه ديال حلوه الهلال اللي كتجي رائعه جدا. انا درت الفرن ديالي يسخن على درجه حراره 180، في هذه الاثناء هذه درتو يسخن. كيف ما كتشاهدوا معايا منين كملت لاطه الاولى والثانيه، رجعت الاولى نهز حبه، يعني راه باقا ما طيبتهاش كتكون تلجت، يعني حتى كتقصح لينا هذا الوجه هذا، عاد كندخلوها للفران. الفران كنقصو المتوسط وكنخليوها كطيب ما يعني تقريبا من 15 حتى ل 20 دقيقه، وكنهبطوها للاسفل حتى كتحمر لينا، يعني كتاخذ لينا واحد اللون ذهبي من الاعلى، وكنخرجوها. ومن الاحسن ملي نخرجوها من الفران ما نقيسوهاش نهائيا، ما نهزوهاش حتى تبرد تماما عاد نهزوها، لانها كتكون هشيشه وكتفتت. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي الحلوه ديالنا ديال الهلال، او كاين اللي كيقولوا ليها هلال الشقفه لانها فيها داك الميغانغ من الاعلى، كتجي هكا كمشقفه وكتجمع ما بين التعليكه والرطوبيه والقرمشه اللي كتكون في الاعلى، كتجي من اروع ما يكون. نتمنى سيدتي تجربيها وتردي عليا الخبر في التعليق، كتجي من اروع ما يكون. وهذه هي حلوه الهلال اللي كيقلب عليها الجميع، كتجي
من ألذ ما يكون ومن أروع ما يكون، مكونات بساطة جدا ومتوفرين إن شاء الله في كل بيت. نتمنى تجربوها وتردوا لي الخبر في التعليق، وما تنسوناش من لي لايك للتشجيع فقط وبالبرتاج باش تعم الفائدة على الجميع. وكنشكركم بزاف على التعليق ديالكم البنائين، ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي أول مرة كيندموا لقناتي أعجبهم المحتوى. ما عليهم إلا يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة ساكنة الصويرية. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه الحلوة ديالنا كتجي معلكة وكتذوب في الفم وفيها واحد القرمشة خطيرة رائعة جدا، المذاق لا يقاوم. نتمنى ينال إعجابكم الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم متابعة وبصحة وراحة، وإلى اللقاء في وصفة مقبلة إن شاء الله.